السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بقناة سلام للألعاب. أرحب فيكم من جديد، نعود لعالم هايدي الرائع الجميل والممتع واللي دائما فيه إثارة كثيرة وكبيرة، خاصة لما نتطرق الموضوع تصاميم مزارع هايدي وجماليتها. أصدقائنا، اليوم احنا انتهينا من مرحلة تسجيل المتنافسين للمرحلة الثانية، واحنا على الأبواب للتقييم، وكذلك انتظر البث القادم وهو الغد يوم الاثنين حتى نلتقي مع المتسابقين العشرة اللي راح يتنافسون يخوضون منافسة المرحلة الثانية. راح نحدد معاهم يوم للتقييم، نشوف الوضع. تقريبا التقييم ما راح يكون يوم الاثنين، فقط يوم الاثنين راح يكون بث اعتيادي للعبة هايدي كالمعتاد، وراح نتناقش مع أصدقائنا المتنافسين موضوع التقييم. قد يكون راح تكون المرة هذه موضوع التقييم يتم تقسيم إلى مجموعتين، لأن العدد عندنا كبير، 10 من المتسابقين. على العموم أصدقائنا راح نشوف معاكم المتنافسين، والكل من عندهم يتطلع أنه يكسب في هذه المنافسة. الثلاثة الأوائل هم اللي راح يحوزون على الجوائز، اثنين من عندهم راح يرحلون للمنافسة للمزارع من مستوى 111 إلى المستوى 150. نقول بالتوفيق للجميع. خلونا نشوف الأسامي اللي معاي، مين هم اللي مسجلين في هذه المنافسة. طبعا الأول عندنا فروست، وعندنا محمد بلال. فروست ومحمد بلال، فروست مستوى مزرعته 62، فروست يعتبر متأهل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وفاز بالمركز الثاني في المرحلة اللي فاتت. هذا مزرعة فروست. أتوقع فروست مجهز حاله للمسابقة، وممكن عنده تغييرات في التصميم، ممكن إضافات، ممكن شيء. فروست يحاول قدر المستطاع. فروست بعد إخفاقه في المسابقة الأولى جهز نفسه مضبوط للموسم الثالث، والآن هو يحاول ينافس، ونجح بالمرحلة الأولى، والآن يحاول إيش ينجح بعد كذلك في المرحلة الثانية من هذه المنافسات. نقول بالتوفيق لمحمد أفروست. الثاني عندنا وهو قادم من المنافسات المرحلة الأولى، وهم المزارع من 50 إلى 79. فاز بالمركز الأول وهو محمد بلال، مستوى مزرعته 74. أوكي، محمد بلال كذلك يحب التصميم، وعنده هواية وشغف في التصميم، وأعجبته المنافسة والمسابقة لتصاميم مزارع هايدي، فحاول يدخل وفعلا توفق في المرحلة الأولى. فنقول بالتوفيق لمحمد بلال القادم للمرحلة الثانية من المرحلة الأولى بالمركز الأول. اوكي، عندنا سليمان، عندنا مين عندنا. اوكي، عندنا راح نجيبهم بالتسلسل. هاي زومبي مزرعته رويال، مستوى 80. هاي زومبي قادم جديد على منافسات تصاميم مزارع هايدي، ما ندري شو الوضع، شو اللي بيكون عنده، شو المفاجآت اللي يخبيها للدخول في هذه المنافسة. متحمس وجاي، ونقول بالتوفيق له. ما راح نكشف جميع التصميم، ممكن يكون هذا هو التصميم الأساسي اللي هو راح يدخل فيه.
خلونا نشوف اللي بعده اعلى مستوى. كرار، عندنا كرار ايوه، كرار بمستوى مزرعة 83 قادم. كرار وحاب المنافسة ووده، كاتب الاسم تقريبا كرار، حاب المنافسة وحاب انه يشارك بهذه المنافسة. كرار وده يشارك بهذه المنافسة. كرار شكله متخفي كما هو اخفى الالات بالطريقة هذه. متخفي ويحاول ينقض على جميع المتنافسين بهذه المرحلة ويحوز على رضا الجمهور. بالتوفيق يا كرار. اوكي، اللي بعده مستوى مزرعة 88 احمد عودي. احمد اتوقع هو هذه مزرعته، ما راح نكشف تفاصيل كثيرة من التصميم. احمد عودي من زمان من المنافسات اللي فاتت وهو متشوق انه يدخل وينافس في المنافسة الجديدة، وفعلا احنا ابتدينا في المنافسة الجديدة الان، المنافسة رقم 3 للموسم الثالث. نتمنى لأحمد التوفيق، عنده أحمد أكيد تصميم وعنده شيء يخبيه للمتنافسين اللي هو معاهم، ويحاول يخطف من عندهم إعجاب الجماهير في الاستطلاع، وكذلك يخطف إعجاب الحكام ويميلهم معاه. نقول بالتوفيق لأحمد. اللي بعده مستوى مزرعة 90. اوكي، مستوى مزرعة 90 الاخت سورية، المزرعة مستواها 90 جاية وكلها حماس، عندها تصاميم جميلة ورائعة، ما ودنا نكشف بعد التصميم بالكامل، ما ندري، عندها تناسق الوان رهيب، حابة يعني تحب من منظور اولي ومبدئي، خطيرة بتنسيق الألوان، بدمج الألوان، دمج الألوان. هذول الجماعة اللي يمتازون بدمج الألوان هذول عادة خطيرين بجذب الأنظار، عندهم إرضاء للنظر وعندهم إرضاء للجمالية بالأعمال اللي يقومون فيها من تصاميم وإبداعات. تمنى لها التوفيق، صراحة عندها تنسيق كثيرة من الألوان، نتمنى لها التوفيق ب المرحلة الثانية للموسم الثالث مسابقة تصاميم مزارع حايدة. عندنا 92 الخطيرة وردة. الخطيرة وردة كل يوم لها اسم، كل يوم مزرعتها تغير. كل يوم تسمي مزرعتها اسم غير، نجمة، وردة، ماني عارف مين. طبعا وردة هذا التصميم ادخلت معانا في الموسم الماضي الموسم الثاني، وكانت حازت على الفوز بالتصميم هذا، لكن انا اعرف وردة ما اعتقد ان هذا تصميمها اللي راح تدخل فيه المنافسة الحالية. وردة عندها اصرار، وردة خطيرة، وردة تمتلك مهارات عالية بالتصاميم، ما يعجزها شيء، ما حد يساعدها، ما يعجزها شيء، دائما نشوف عندها تصاميم، وأتوقع أن التصميم هذا هي تصميم فقط شكلي حاليا، ولما نعلن نقول فعلوا راح تفعل التصميم الجديد اللي عندها. بالتوفيق يا وردة. عندنا فارس، مزرعة فارس. فارس له خبرة في منافسات مسابقات مزارع حايدية، اتوقع انه دخل معانا المنافسة في موسمها الاول
ولم يحالف الحظ. فارس داخل بخبرة مثل محمد فروست، دخل من أول وما حالف الحظ، طلع ودخل مرة ثانية الآن وفاز. الآن فارس ما ندري، يعني أنا ما أقول أتوقع له الفوز ولا كذا، لأن الموضوع الآن مرتبط باختيارات، اختيارات تصاميم، وفارس الآن في مستوى أعلى وينافس مزارع يعني ما هم مثل المرحلة الماضية، وإبداعات فارس واختياراته من الزينات والتصاميم قد تميل الجمهور معاه، وكذلك تجعل الحكام فعلا ينظرون إلى أن تصميمه يستحق ويستاهل، وتصميمه يعتبر جميل ورائع ويلفت النظر. توفيق يا فارس. ما عندنا ولا مزرعة متجاوزة 100، وهذا أحد المتنافسين القادمين لنا للمنافسة، ويحاول يتنافس وبقوة، وعنده أكيد تصميم، ما راح نكشف تصميمه بالكامل، راح ننتظر، ما ندري هو هذا تصميمه ولا مش هذا تصميمه، ما ندري عنه. أتمنى له التوفيق، انجوي، اللي هو عندنا حساب اليوتيوب اسمه أكتوبر. نتمنى له التوفيق بعد ما عرفنا مزرعته. الآن عندنا مزرعة ثانية سليمان، قد يكون كذلك من ضمن المجموعة 96، خلوني أبحث عنه عن طريق الاي دي. تم إرسال الطلب، أوكي، إحنا أرسلنا الغيث ونتمنى غيث يستقبل من عندي الطلب ويقبله حتى أقدر أزور مزرعته ونشوف الوضع مع مزرعته. هذا المتنافسين اللي عندنا أصدقائنا. كذلك لا ننسى بأن هناك في شروط للمنافسة، نتمنى الجميع راح يعرفون هذه الشروط ويطبقونها ولا يعني يفكرون في أمور كثيرة. أتمنى لهم التوفيق جميعا أصحابنا في هذه المسابقة. بعض الشروط هنا: ربط المزرعة بالسوبر سيل، تصميم لكل المزرعة من آلات وحقول وحظائر ومبنى المزرعة والشاحنة والمتجر. ويفضل أصدقائنا بأن تكون التصاميم والديكورات والزينات اللي تم استخدامها تتوافق مع الموسم حتى تكون منافستك أقوى. ما هي ممنوعة في المرحلة هذه أنك لو استخدمت زينات أو ديكورات لموسم آخر، ولكن كل ما كان استخدام المتسابق لزينات موسمية يكون له الأفضلية، وتكون هي اللي يعني الكفة الراجحة له. تجنب من تقديم تصميم زراعة الأشجار المثمرة بالكامل، لأن هذا ما راح يتوافق مع أساساً المسابقة معانا. كذلك راح يكون في تحديد موعد للتقييم، تقييم جميع المزارع، ويكون يشترط أصحاب المزارع يكونون موجودين معانا في البث، ونتمنى التوفيق للجميع بهذه المسابقة أصدقائنا. نشوفكم على خير، ونقول توفيق للجميع. أصدقائنا لا تنسون التعليق، ولا تنسون كذلك اللايك والاشتراك الغير مشترك. نشوفكم على خير بإذن الله بمسابقة تصاميم مزارع هايدي للموسم الثالث المرحلة الثانية. والآن أترككم في رعاية الله، مع السلامة.